صباح الخير على عيونكم الحلوين. معكم النهاردة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا في رسالة كونية لصباح اليوم. الرسالة حتتضمن إجابة على سؤال يراود أذهانكم: هل المنفصلين عندهم رجوع في هذا الشهر؟ حيكون الاختيار حسب الحدث. زي ما قلت لكم الفيديوهات الصباحية والمسائية رسائل الكون حتكون بتفعيل الحدث عندكم، ما يقعدش كده نايم طول الوقت وتقعدوا دايما تختاروا بالأحرف ومش عارفة ايه. هتشوفوا الطاقة بتاعتكم وتعودوا نفسكم انكم تختاروا بالحدث. اوكي، هنخلط الكروت، كروت سامبولون، ونختار مجموعة اولى هل فيه رجوع، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة. في حالة ما إذا كان فيه رجوع، استنوا، لا في ورقة واحدة، ورقتين. في حالة ما يكون فيه رجوع، أوكي، ما فيش رجوع، هنشوف ليه. في حالة فيه رجوع، أوكي، في حالة ما فيش رجوع، هنشوف ليه. وهنا كمان عندكم ثلاث اختيارات. شغلوا الحدث بتاعكم عشان تفتحوا العين الثالثة وتتعودوا وتعرفوا يعني بعدين توصلوا للطريقة الصحيحة للتواصل مع الروحانيات بتاعكم. خدوا نفس، أوقفوا الفيديو، فضوا عقلكم من كل تفكير سلبي، بصوا للاختيارات دول الثلاثة، أغمضوا عينيكم، اختاروا في عقلكم أحد الاختيارات، ثم افتحوا عينيكم، شغلوا الفيديو واسمعوا الكلام اللي هتقولوا الكروت. بسم الله. الاختيار الأول: هل عندهم رجوع للمنفصلين هذا الشهر؟ للأسف لا. لماذا؟ غالبا نشوفوا كده الكارتين بيشرحوا نفسهم. طاقة سلبية، تعب وأرق، مشاكل، لازال الطرف الثاني مشغول، أمور عديدة، لازال عنده زعل منكم، لازال عنده تفكير للحاجة اللي حصلت ما بينكم. في حاجة حصلت ما بينكم أرقته جدا، لأنه فاكر أنه كان هو المكان اللي في العلاقة بتاعتكم لما كنتم مع بعض، كان شايف أنه هو اللي كان متحمل الأكتر الطاقة السلبية اللي كانت في العلاقة أو المشاكل اللي كانوا في العلاقة. بس هو دلوقتي يعني لازال عنده ثقة انه مفيش حاجة هتتغير في العلاقة، لازال يعني متأثر بانكم انتم اللي اخطأتم وكنتم السبب في الانفصال ده. شايف انه هو ادى كل اللي كان عنده في العلاقة دي بس لم ينجح، عشان كده هو دلوقتي في طاقة عدم الرجوع للطرف الثاني بتاعكم، بيفكر في الطريق ده يعني بالتفكير ده للشهر ده اللي يعني اللي هنا فيه. للأسف قلنا مدتها شهر. أوكي. أصحاب الاختيار الثاني: هل فيه رجوع هذا الشهر؟ نعم، ورجوع بقوة. الحيثيات، في إنجلترا في حكاية قديمة بتتكلم على الملك آرثر والذي ترك وراءه ولد، وغرس يعني الملك آرثر السيف ده في وسط الصخرة دي. فبيقولوا انه يعني جاوا فرسان كتير عشان ياخدوا السيف ده من الصخرة دي يعني يرسمون كملك لهذه المدينة او لهذا البلد. فكل فارس كان بيجي يحاول يسحب السيف ده ما قدرش الا ابن الملك آرثر. فهنا فيه عودة لانها مكتوبة من عند ربنا، زي ما هو يعني الابن الملك آرثر هو الذي يعني بجدارة تحق له انه يورث يعني المملكة وراء يعني وراء ابوه اللي توفى. فهنا فيه قدر ما بينكم يعني كتبه ربنا سبحانه وتعالى على ان العلاقة ترجع، وربما ترجع زي ما كانت او احسن من اللي كانت عليه ان شاء الله. اصحاب الاختيار الثالث: نعم، فيه رجوع، لان الحب اللي كان جمعكم انتوا الاثنين كان حب حقيقي مش حب خداع.
الحيثيات زي أصحاب يعني الاختيار الثاني، ده مكتوب وقدر من عند ربنا. ربما أنتم كنتم متطلقين أو أنتم متطلقين أو في علاقة باردة، لأن هنا بنشوف حنية الأم على أولادها، وفي هنا صبي صغير. ربما أنت اتطلقتي أو انفصلتم أو عندكم علاقة باردة وعندكم أطفال رضع صغار كده، أو يعني ما بينكم أطفال عامة، وأنتم بتفكروا كده يعني عن سبب البرودة في العلاقة أو الطلاق ده والانفصال ده. فربنا سبحانه وتعالى يعني حيرمي عليكم زي ما نشوف الست دي الملك ده يرمي كده، يرمي عليكم القضاء والقدر بتاعه على ان العلاقة دي يلم يعني يلم الشمل ما بينكم ان شاء الله، وفيه رجوع ان شاء الله، ورجوع بقوة مقدر من عند ربنا ومبارك من عند ربنا ان شاء الله. حتى اللي هم مش متجوزين عندكم رجوع، عندكم يعني ترسيم العلاقة ان شاء الله. الى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.